نتحول سريعا إلى دنا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية في القدس المحتلة. دنا تحياتي لك أولا. دنا، اليوم كان هناك زيارة استفزازية للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر، يقوم إتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي بالدخول إلى ساحة المسجد الأقصى واقتحام ساحة المسجد الأقصى. أرجوك ضعينا في إطار ردود الأفعال والآراء من المقدسين خصوصا على هذه الزيارة والتصريحات الاستفزازية فيها. إتمار بن غفير معروف بتطرفه والأسلوب الذي يعتمد فيه استفزاز مشاعر المسلمين عامة والفلسطينيين خاصة، ولربما استفزازاته التي كانت مؤخرا هي جزء لا يتجزأ من السبب والدافع حول طوفان الأقصى، وإلا لما اتخذت من هذا الاسم ولكل اسم نصيب، وخاصة أن إتمار بن غفير وحتى وفق القانون الإسرائيلي ذاته يمنع القانون الإسرائيلي الوزراء أو أعضاء الكنيسة الإسرائيليين من اقتحام المسجد الأقصى. في هذا إتمار بن غفير يتخطى القوانين الإسرائيلية ويحاول تغيير الوضع التاريخي القائم الاستاتيكو الذي ينص بأن المسجد الأقصى حق خاص وخالص للمسلمين وحدهم بمساحته البالغة 144 دونم وما يزيد عليها. اليوم منذ 7 أكتوبر هذه الزيارة الاستفزازية أو الاقتحام الأول لإتمار بن غفير، والذي جرى وسط حراسة شرطية مشددة وسط السلاح وقوة العسكر، والذي كان برفقة ما يزيد على 129 مستوطن آخر اقتحموا باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة. حاول تقديم استعراض إعلامي لوسائل الإعلام والتصريحات الذي قال فيها بأن الحل يكون بالرد على الدول الثلاثة الأوروبية التي اعترفت بالدولة الفلسطينية، وهذا الاعتراف أحادي الجانب بأن نعيد هذا المكان لنا، ويقصد بذلك هارها بيت كما ذكر، أي جبل الهيكل، ويقصد بذلك المسجد الأقصى المبارك. ويقول بأن يجب أن يكون هنالك مزيد من الضغط العسكري على حركة حماس، وليس فقط كذلك بل احتلال قطاع غزة وإعادة البناء الاستيطاني فيها. وهذا تماهى أيضا مع ما صرح به وزير المالية الإسرائيلي بتسائيل سموتريتش، الذي أيضا نادى بضرورة معاقبة السلطة الوطنية الفلسطينية. هذه الزيارة وهذا الاقتحام يأتي ضمن سياسة الاستفزازات من قبل إتمار بن غفير، وخاصة أن شرطة الاحتلال تابعة تحت سلك وزارة الأمن القومي وهو وزيرها، لذلك لم تمنعه شرطة الاحتلال من الدخول إلى المسجد الأقصى، وقدم كما ذكرنا هذا الاستعراض وتبنى رواية الجماعات، جماعات الهيكل المزعوم التي تدعو إلى لا سمح الله هدم المسجد الأقصى واستبداله في جبل الهيكل المزعوم. وكذلك الحال كان قد قال بأن هنالك مزيد من المفاجآت سيتخذها الكابينيت للرد على مثل هكذا الدول التي اعترفت بدولة فلسطين. وهذا أيضا كما ذكرنا ما قال سموتريتش، الذي قال بأن هذه الجهود من الاعتراف أحادي الجانب يأتي بسبب السلطة الوطنية الفلسطينية، ويحاول من خلال تمرير أفكاره دفع السلطة الفلسطينية إلى انهيارها. كيف يكون ذلك؟ من خلال الضغط الاقتصادي والمادي، من خلال احتجاز أموال المقاصة وهي في طبيعة الحال أموال فلسطينية بحتة، وهذه من أهم النقاط التي تحدث عنها بأنه لن يقوم بتمرير أموال المقاصة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية. كذلك قال بأنه كان قد جهز 3 خطط لـ3 مستوطنات، هذه المستوطنات مقابل، وكل مستوطنة مقابل كل دولة اعترفت في دولة فلسطين. كذلك الحال دعا غدا إلى اجتماع لوزارة التخطيط والبناء المسؤولة عن البناء الاستيطاني في الضفة الغربية للموافقة والمضي قدما في بناء عشرات آلاف من في هذه الجزئية في الضفة دانا الغربية. فيما يتعلق بالاستيطان في الضفة، أيضا اليوم يؤاف جالنت كان له تصريح أو إعلان عن إلغاء قانون فك الارتباط الصادر في 2005 وقت أرائيل شارون، وقت الانسحاب أحادي الجانب من غزة وأربع مستوطنات في الضفة الغربية. اليوم يؤاف جالنت يعلن إلغاء قانون فك الارتباط وبالتالي العودة إلى 4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية. أرجوك ضعينا في أصداء هذا القرار من جالنت، وإلى أي مدى يلقى قبول في الأوساط الإسرائيلية؟ قبول لدى الجانب اليميني المتطرف المتعطش للدماء، وخاصة في ظل غياب قانون رادع يحمي الفلسطينيين من اعتداءات المستوطنين، ومنذ 7 أكتوبر وأهالينا والشعب الفلسطيني تحديدا في شمال الضفة الغربية يتعرضون للاعتداءات المتواصلة من قبل المستوطنين من خلال قطع الطرق وما إلى ذلك. فك الارتباط الذي كان قد أعلن عنه وزير الدفاع اليوم
يوآف جالنت يعني بأنه سيسمح للمستوطنين بالدخول إلى المناطق التي كانت ممنوعة عليهم الدخول إليها، وتحديدا الضفة الغربية. ووفق القانون الإسرائيلي أيضا يمنع على المستوطنين الدخول والوصول إلى مناطق ما يسمونها يهودا والسامرة، أي الضفة الغربية وتحديدا شمالا. اليوم فك الارتباط هذا يعني بأن هذه الأراضي ستعتبر وفقا للإسرائيليين وليوآف جالنت وكأنها أراضي مصنفة جيم، هذه الأراضي التي تتبع الإدارة العسكرية والمدنية الإسرائيلية، وهذا يعني شرعنة البؤر الاستيطانية غير الشرعية أصلا. وفق القانون الدولي المستوطنات في الضفة الغربية في القدس الشرقية وفق القانون الدولي هي غير شرعية، لذلك هذا القانون قد يتيح المجال لبناء وإضافة بؤر استيطانية غير شرعية في هذه المناطق التي قال عنها القانون الدولي بأنه يحرم على الإسرائيليين البناء الاستيطاني فيها. كل هذا يندرج أيضا ضمن معاقبة السلطة الوطنية الفلسطينية، وليس عبثيا اختيار هذا التوقيت من يوآف جالنت بالإعلان عن فك الارتباط الذي نادى في ذات التوقيت له كما ذكرنا سموتريتش، والذي كان هنالك تأييد واضح وتحديدا من أحزاب الليكود واليمين المتطرف إلى ضرورة بأن يكون الاستيطان هو الرد الأمثل على السلطة الوطنية الفلسطينية، بالإضافة إلى أموال المقاصة، وحتى تحدث عن أيضا المشروع النرويجي أو ما أسماه بأنه سيقطع الأموال التي كانت توضع في مصارف خاصة في النرويج، أموال المقاصة أقصد، وبذلك لن تدفع الأموال بين الشراكة البنوك الإسرائيلية والفلسطينية. هذا يعني بأن مزيد من الضرائب، مزيد من المبالغ الإضافية ستتكبدها السلطة الوطنية الفلسطينية نتيجة التأخر في دفع هذه المستحقات، وربما يقود إلى انهيار السلطة الوطنية الفلسطينية من خلال تحرك داخلي فلسطيني بسبب عدم دفع المرتبات وما إلى ذلك إلى موظفي السلطة. وهذا ما تأمله الحكومة اليمينية المتطرفة، بأن لا يكون هنالك وجود للسلطة الوطنية الفلسطينية، وهذا ما أثنى عليه بنيامين نتنياهو عندما قال بأنني لن أوافق على أي حل في صفقة تفاوض قد تنهي الحرب وقد تعيد السلطة الوطنية الفلسطينية، وما يستخدمه عادة لن أستبدل حماستان في فتحستان. أشكرك شكرا جزيلا مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس دانا أبو شمسية، شكرا جزيلا لك. وأيضا كان معنا منذ قليل أيمن عماد مراسل القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح من الجانب المصري.